40 31 هذا يهمني أنا كمان، أنا عارف إيش عندي بس أبغى أوريكم. 40 31، أنا من ملاك هذا السهم. 40 31، ماذا أنكشف الآن ونحن تحت 25 95؟ نحن على أعتاب تصحيح 78 فيبو. لو سحبنا الفيبو من 20 28 إلين الأعلى 39 70، هذا ما نراقبه في الخدمات. هذا الرقم رقم 78 فيبو تصحيح وقريب قاع بولينجر الشهري. طبعا المنطقة اللي مضعف السهم وما في عندنا تقريبا إغلاقات شهرية تحتها واضحة اللي هي 25 95 قريب 26، هذه صارت زي المقاومات الآن. كنا أول ندور 27 27 70، الآن في المكان ده ندور كيف نرجع فوق 25 95. الكتف ده هو اليوم أمس كمان كسر والآن بيلعب تحت قاع 9 25. شوفوا الآن سجل رقم جديد تحت 25 أمس والآن برضو بيسجل قريب من 24 44 اللي هي منطقة 78 فيبو قاع البولينجر على الشهري 24 5. فهذا هو دعمنا الآن في الخدمات الأرضية. لو رسمنا قناة هابطة في الخدمات بهذا الشكل، أيضا هذا الرقم اللي هو قاع البولينجر أو منطقة تصحيح 78 فيبو هي قاع القناة، هو يضرب في قاع القناة وارتد. واليوم قاع القناة في نوفمبر عند 24 44 هدف.